صباح الخير عليكم يا حبايبي كلكم. احنا دلوقتي بقى قلنا نعمل ايه، نفطر، صباح نعمل الفل. الفطار مع بعض، نغير كده. فانا عندي معلقتين طحينه كبار. اول حاجه هنعملها المش، هنعمل حاجه حاجه مع بعض. معلقتين طحينه كبار، وعندي مش، طبعا المش ده انا اللي عاملاه في البيت، هنبقى نعمله سوا برضو مع بعض. وطماطمتين مقطعين ورشه زيت، هنزل برشه الزيت على الطحينه، وبعدين انزل بالطماطم واقلب. دلوقتي انا قلبت الطماطم حلو اهو، هنزل بقى بالمش بتاعي. ده مش يا حبيبي كده كده، دول احلى حبه مش بقى، ايه، على الفطار كده مع الطعميه، حاجه كده ايه من الاخر كده. انا خلصت المش بتاعي. بعدين هنعمل بقى البيض سوا، هنقلي البيض بالبسطرمه. دلوقتي بقى احنا هنعمل بيض بالبسطرمه. عندي بسطرمه وبيض مكسره في البوله بتاعتي، هنزل برشه من الملح، وبعدين رشه من الفلفل الاسمر، رشه من الفلفل الاسمر. وبعدين انا عندي مقليه على النار، حتى فيها معلقه سمنه بلدي اهي، وطبعا انا مولعه على الشاي اهو برده. قبل ما اخلص اكل يكون الشاي ايه اتعمل معايا كده اهو، السمنه تسيح، وبعدين انزل بالبسطرمه. بس يا ميدو، بس يا حبيبي كده، السمنه بتاعتي ساحت، هنزل بالبسطرمه. وقلب يتغير لونها، واروح ايه اخده البيض رباه كده في بعضه. وانزل على البسطرمة واقلب. انا قلت بقى ايه نعمل الفطار مع بعض النهارده ونغير النظام. اخلص البيض ونعمل الفول مع بعض كده. البيض بتاعي اهو دخلت السوا بتاعه، بقلب على طول، ما بشيلش ايدي منه عشان انا ما بحبوش يلطع خالص، ما بحبش الحته اللي بتبقى ايه لطعه دي من تحت او اي حته، بحبه كده مفلفل وحلو كده. اقعد اقلب، ولا بحب قرص، الطعم البيض ده احلى كتير يعني. دلوقتي انا هشيله هغرفه في الطبق ونعمل الفول. دلوقتي انا بقى هعمل الفول. عندي الفول بتاعي، وعندي قرن فلفل مقطعاه، وفصين ثوم، وحبه ملح، وحبه فلفل اسمر، ورشه شطه عشان انا ما بحبش الكمون في الفول. هنزل بالزيت بتاعي، وبعدين انزل على طول بالثوم والفلفل والبهارات كده، وعندي نص ليمونه برضه هعصرها معاها كده، اديله تشويحه صغيره. بس كده انا مش عايزه اكتر من كده. هنزل بالفول، وهعصر نص الليمونه نص الليمونه بتاعي، وهجيب معايا معلقه طحينه. معلقه بس، واقلب الفول. طبعا الفلفل شطه ما اقولكوش بقى. وكده الفول بتاعي خلص معايا، هغرفه في الطبق. بس عايز له، انا شايفاه محتاج رشه من الميه، هحطها له.
كده. انا بحب اكسر الفوليه بتاعتي، ما بحبهاش سليمه. كده الفول بتاعي خلص، هغرفه ونحط الشاي بقى برضو، نعمل الشاي ويبقى كده اكلنا خلص. هلقم الشاي بتاعي اهو، انا ما بحبوش كشري. بس كده خلاص، كده الشاي بتاعي خلص ونروح نفطر مع بعض. وده يا حبايبي بقى شكل فطاري النهائي. طبعا انا صب الشاي لان احنا بنحب نبلع بالشاي، ما بنعرفش ناكل من غيره. الطعميه بتاعتي وجبنه ثلاجه والمش اللي احنا عاملينه مع بعض والفول والبيضه ابو بسطرمه وحبه زيتون وجبنه رومي وحبه ليفت. وبقى تعالوا افطروا معايا، وما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.